مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر. نشرة إنذارية، أمطار محلية قوية وأحيانا رعدية 20-80 ملمتر يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطار محلية قوية وأحيانا رعدية من 20-80 ملمتر مرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن الأمطار محلية قوية وأحيانا رعدية تتراوح مقياسها ما بين 20-35 ملمتر مرتقبة غدا يوم الاثنين من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 5 بعد الزوال من كل من الجديدة أسفي والصويرة. وأضاف المصدر ذاته أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من شفشاون والعرائش ووزان وسيدي قاسم من 40-80 ملم. والفحص أنجرة وطنجة أصيلة تونات تطوان القنيطرة من 30-50 ملم، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى الساعة 6 مساء إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة 12 زوالا. يعني الحمد لله، الله يعطينا الشتاء يا ربي، الله يعطينا الشتاء. كنتمنى كاع الناس اللي دخلوا لهذا المباشر يدعيهم بالشتاء، حيت الله يرحمنا يا ربي. إن شاء الله هذه السنة هذه تكون سنة خير، يعني وإن شاء الله تكون كثرة التساقطات المطرية كيف ما جاهدنا اليوم. الأجواء هنا بالعاصمة الاقتصادية يعني كاين الحرارة، كاين شوية الشميشة، يعني كنتمنى وأن هذه السنة هذه تكون أمطار الخير يا ربي باش تحيد علينا هذا الجفاف وهذا غلاء الأسعار وبزاف والأوبئة وبزاف ديال الأمور. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، في نشرة إنذارية أمطار محلية قوية وأحيانا رعدية من 20-80 ملم يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. كيف ما شاهدتوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، وهذه الشهادة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية. يعني الله يعطينا الساعة على قد النفع يا ربي، وإن شاء الله هاد السنة هذه تكون سنة خير علينا كاملين، وإن شاء الله تكون أمطار الخير. كنعرفوا أن الأمطار عندها واحد الدور أساسي ومهم، وإحنا في المغرب ولا كيكون عندنا الجفاف يعني خاص الأمطار. والله يعطينا يا ربي الأمطار وكثرة الأمطار وتكون قد النفع يا ربي. عاودوا نقراو مرة أخرى هاد البلاغ بالنسبة للناس يلاه التحقوا بنا والتحقوا بهذا البث المباشر. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محلية قوية وأحيانا رعدية من 20-80 ملم مرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. يعني بالنسبة للناس اللي ذكرنا المناطق ديالهم، غادي تكون عندهم الأمطار مرتقبة نهار الاثنين والثلاث، نشوفوا هذه المناطق هذه. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن أمطار محلية قوية وأحيانا رعدية تتراوح مقياسها ما بين 20-35 ملم مرتقبة غدا الاثنين من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 5 بعد الزوال بكل من الجديدة أسفي والصويرة. يعني كيف ما شاهدتوا معنا جديدة أسفي والصويرة، الناس جديدة وأسفي والصويرة غيكونوا عندهم أمطار إن شاء الله. أضاف المصدر ذاته أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من شفشاون والعرائش ووزان وسيدي قاسم، يعني عنده ما بين 40-80 ملم في الأمطار. والفحص أنجرة وطنجة أصيلة تونات تطوال القنيطرة من 30-50 ملم، وذلك ابتداء من يوم غد الاثنين على الساعة 6 مساء إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة 12 زوالا. وهنا مشاهدي قناة شوف تيفي كنكون وصلنا نهاية هذا البلاغ. كنتوا معنا في هذه النشرة إنذارية، يعني الله يعطينا الشتاء يا ربي وتكون على قد النفع، الله يرحمنا. وكنشوف تعليق ديال الأخت مريم دنيا كتقول لنا دونا، كتقول لنا اللهم أغثنا غيثا نافعا امين. ميلودا كتقول لنا الله يرحمنا يا ربي امين. يعني كنتمنى كاع الناس يدعيو بالرحمه ويدعيو بالصحه، شي حاجه اللي مهمه بزاف. وهنا مشاهدي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا المباشر. كنشكركم على حسن المتابعه، كنشكركم على حسن التفاعل ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر. بسلام عليكم ونهاركم مبروك.